أعلن المنبر التقدمي في مؤتمره الصحفي قائمة تقدم ومرشحيها الستة للانتخابات النيابية التي ستجرى في يوم 24 نوفمبر القادم، وبذلك نكون قد دخلنا خضم المعركة الانتخابية. وكما تعلمون فإن خوض الحملات الانتخابية العامة يعتبر من أكبر العمليات السياسية اللوجستية في أي بلد. لي الشرف أن أكون عضو قائمة تقدم ومرشحتها للدائرة العاشرة في محافظة العاصمة في المملكة. وفي إطار حملتنا بعد اتخاذ خيار المشاركة من قبل المنبر التقدمي، لنا الشرف أيضاً أن نستضيف الليلة شخصية معروفة ومن ذات الدائرة، وفيها خاضت تجربة الانتخابات النيابية عام 2014 في نفس الدائرة اللي هي الدائرة العاشرة في المحافظة العاصمة. ستثرينا الليلة بمجريات ودروس هذه التجربة القنية ضيفتنا العزيزة هذا المساء الدكتورة لولو مطلق راشد المطلق. وعدا تجربتها السياسية الانتخابية فهي امرأة علم وأعمال ونشاط مجتمعي كما سيتبين من سيرتها الذاتية التي سنسردها عليكم الآن. الدكتورة لولو المطلق شخصية أكاديمية وسيدة أعمال وخبيرة في التربية والتنمية البشرية، ترشحت للمجلس النيابي عام 2014 في الدائرة العاشرة محافظة العاصمة. الدكتورة حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية والتنمية البشرية والماجستير في تربية كليات المجتمع التربية المهنية وبكالوريوس في العلوم. منحت الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال وجائزة التجديد في جامعة مو جمعيات من جمعية أكسفورد للإدارة بالمملكة المتحدة في عام 2006، كما تم تكريمها من قبل صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك في يوم المرأة البحرينية لتقلدها منصب قيادي في القطاع المصرفي والمالي في عام 2015 ديسمبر. عملت في القطاعين العام والخاص مما أكسبها خبرة عالية، ارتادت بعدها العمل في مجال ريادة وقيادة الأعمال حيث أسست الدكتورة شركتين ومؤسسة تدريبية في 2006 2007 و2012 وهي جولدن تريست للاستشارات الإدارية وجولدن تريست للتدريب والاستشارات وجولدن بايو للتجارة، وتشغل منصب الرئيس المؤسس ورئيس مجالس إدارتها. أكاديمياً الدكتورة لولو من المؤسسين والشركاء وعضو مجلس إدارة الجامعة الأهلية في مملكة البحرين، شغلت منصب أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين ومحاضرة في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وفي كلية العلوم الصحية، حيث تدرجت في عدة مراكز أكاديمية وإدارية، كما تم تكليفها مؤخرا بمنصب الأستاذ المساعد وكيلة جامعة الأعمال والتكنولوجيا رئيسة فرع الطالبات في جدة بالمملكة العربية السعودية من مارس 2016 إلى مارس 2018. عملت في القطاع الخاص في المؤسسة العربية المصرفية نائبة أولى للرئيس ورئيسة إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وساهمت من خلال عملها التطوعي في تنمية العديد من جمعيات النفع العام، وترأست مجالس إدارة بعض هذه الجمعيات مثل جمعية الإداريين البحرينية وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة
وعضو مدى الحياة في جمعية البحرين للتدريب والتنمية البشرية، وعضو مجلس الإدارة لجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية سيدات الأعمال البحرينية سابقا. تم تعيين الدكتورة لولو رسميا في كل من اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة ضمان الجودة التعليم والتدريب، عضو اللجنة الاستشارية، مجلس أمناء صندوق الموارد البشرية القطاع المصرفي والمالي نائب رئيس المجلس، المجلس الأعلى للتدريب المهني عضو سابق، اللجنة الاقتصادية ولجنة التمكين الاقتصادي بالمجلس الأعلى للمرأة عضو ونائب رئيس اللجنة سابقا. ساهمت الدكتورة لولو في كتابة المقالات في بعض المجلات الإقليمية والدولية، وشاركت في كتابة وأصدار كتاب في القيادة مع مجموعة من الكتاب العالميين في 2011 تحت عنوان التطوير القيادي في الشرق الأوسط، ولها عدة إصدارات منها كتاب إدارة الموارد البشرية وريادة الأعمال، وكتاب رحلة مع عازف الناي، وكتاب جناح الشوق، وكتاب يتم طبعه الآن وسوف يعلن عنه قريبا. ما شاء الله سيرة غنية للدكتورة لولو، خل نستمع وياها إلى محاضرتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم، وأشكر السيدة الرئيسة النائبة المستقبل إن شاء الله يحالفها الحظ في التعريف بي في هذا المنتدى، وأشكر طبعا جمعية المنبر التقدمي على استضافتها لي، وأتمنى لهم المزيد من التقدم والتوفيق. اليوم طبعا بتكلم عن تجربة الترشح للبرلمان، ماذا استفدت من هذه التجربة، ما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة. طبعا من أين نبدأ الترشح؟ طبعا من أين يبدأ المترشح؟ المترشح يبدأ مجرد من فكرة تجي أنه هو طبعا يبغي يساهم، يبغي يكون لدور. يبغى يكون له دور رئيسي ومحوري في عملية الانتخاب، وعملية طبعا العملية الانتخابية بصورة شاملة. أنا بديت طبعا كنا في احتفال جريدة الأيام، وطبعا كنا بس نتكلم عن الانتخابات، وجاتني فكرة أن أنا طبعا ليش ما أرشح، يعني كأنه بصيص أمل ورغبة، يعني جاتني في ذاك الوقت أن أنا لازم أساهم ولازم أكون من أحد طبعا المرشحين لهذه الانتخابات في 2014. طبعا ليش أترشح؟ طبعا إحنا عندنا طبعا لنا حق دستوري في الترشح وكذلك في الانتخاب، لذلك طبعا أنا كمواطنة بحرينية قررت أني أخوض عملية الترشح وأكون لي دور محوري في هذا طبعا العرس الديمقراطي. الدوافع للترشح طبعا من شفت نفسي أن أنا كفاءة وطنية، ممكن أن أتساهم، ممكن أن طبعا أقدر أوجه التغيير، وطبعا هذه طبعا مواصلة رحلتي الدكتوراه كانت رسالتي عن التشينج مانجمنت، هي إدارة التغيير. وإدارة التغيير طبعا تنبعث من ان احنا لازم نغير طبعا الشيء اللي موجود من كل النواحي، ونواكب التغييرات العالمية والتغييرات الإقليمية، وطبعا نكون في مكان مرموق للبلد. فكان كل هذه الدوافع كانت طبعا هي الأساس ليش أنا بديت أفكر في الترشح في سنة 2014. كذلك العمل التطوعي، أنا لي طبعا سجل حافل من العمل التطوعي، ترأس جمعيات مثل ما تفضلت أختي إيمان، وطبعا في كثير من طبعا المحافل، وطبعا الدولية والمحافل طبعا المحلية.
لذلك طبعا أنا دائما أنصح أي واحد طبعا بيكون يرشح نفسه لازم يكون له سجل في العمل التطوعي. جدا مهم أنه يكون له سجل وأنه يكون يشارك من خلال الجمعيات السياسية. أنا بديت طبعا في 2002 في جمعية ميثاق العمل الوطني، وكنت في من طبعا أول من السيدات اللي ترشحوا لمجلس الإدارة، من أوائل السيدات اللي ترشحوا في جمعية ميثاق العمل الوطني، وكان هذه طبعا انطلاقة لي في المجال السياسي، وطبعا منحني نوع من طبعا المعرفة والثقافة السياسية. وطبعا عملي في الجمعيات منحني كذلك مهارات مثل التفاوض واتخاذ القرارات وحل المشكلات وتعزيز طبعا وعزز من السلوك في طبعا المراد اتباعه سياسيا. وكان معي طبعا في ذي الفترة ما شاء الله نسميهم نواخذة السياسة، منهم الأستاذ عبد الرحمن جمشير، ومنهم الأستاذ فؤاد الحاجي، ومنهم الأستاذ منصور رجب، والأستاذ أحمد جمعة. كانوا كثير من طبعا الشباب اللي بديت معاهم، وبديت طبعا نتناقش ونتكلم في مواضيع كثيرة سياسيا، وبدينا طبعا نصقل مهاراتنا من هذا المجال. العمل التطوعي في الجمعيات النفع العام جدا ثري، وبالتجارب وبالثري بالأعمال اللي ممكن تأهل الشخص انه هو يبتدي يخوض تجربة الانتخابات. طبعا انا في عندي طبعا ما اخذ على كثير من الحبه وان يرشحون نفسهم الان، واحنا تعلمنا ان احنا ما نقول ان احنا مرشحين الى ان نسجل رسميا ترشيحنا، ولازم يكون في ان انا انوي الترشح. فكان طبعا استخدام مصطلح نية الترشح هو مصطلح يجب ان نبتدي ان طبعا يبتدي يستخدم الى ان طبعا يسجل رسميا كانه مرشح سياسي في العملية الانتخابية. لان استخدام مصطلح نية الترشح هو عبارة مخرج للمرشح متى قرر ترك الساحة الانتخابية قبل لا يترشح رسميا. بس الكثير يعني أشهر الحين مرت علينا وإحنا نسمع أن أنا مرشح نيابي مرشح بلدي، وهو لسه يعني ما زال في مرحلة التفكير، وما زال في مرحلة طبعا ممكن ما يقبل، يعني لأن طبعا الترشح الرسمي لازم يكون في أوراق ثبوتية وفي تدقيق، فهذا جدا مهم أن احنا طبعا لازم يكون عندنا مخرج لو ما كان يعني ما صار في ترشح رسمي. طبعا ان احنا في يعني انصح المترشحين، والدرس اللي احنا تعلمناه ان احنا كثير من الناس سبقونا من 2000 طبعا واثنين، احنا عندنا طبعا العملية انتخابية سايرة، فاحنا ليش ما نرجع حق الناس اللي سبقونا في الترشح؟ ليش ما يعني اللي فازوا واللي ما فازوا؟ كثير من اللي ما فازوا بعد عندهم طبعا في عندهم امور وعندهم اسباب ليش ما طبعا فازوا في العملية الانتخابية، فهذه بيكون طبعا هم بيكونون كمرجع نتكلم معاهم ونشوف ليش فازوا وليش ما فازوا. فاحنا طبعا في برنامج التمكين السياسي كانوا يشاركونا عدة اشخاص اللي هم طبعا على مقاعد البرلمان كانوا يجون، وكان مشاركتهم فيها طبعا جهتين، فيها امر ايجابي وفيها امر يعني فيها ربما سلبي ايضا، لان طبعا بس هو يثري التعلم، يعني حتى لو كانوا هم ما عملوا اي شيء في طبعا في الفتره اللي هم موجودين فيها في الدوره اللي عملوا فيها، الا احنا طبعا يجب أن نستمع لهم ويجب أن نأخذ منهم كثير من الأمور اللي هم مروا فيها والمشاكل والتحديات. طبعاً وجودهم هم حوالينا ويعني ذهابنا لهم وطبعاً التعلم منهم بيكون فرصة ذهبية عشان نوجه لهم استفسارات، نسمع الرد عليها، نسمع إيش كثر هم طبعاً إيش كثر صار لهم من التحديات اللي واجهوها واللي طبعاً قدروا يتغلبون عليها. طبعا نستمع لهم ونستمع للي واجهوا، وكذلك ان هم في على مقاعد البرلمان في تحديات كثيره، يعني احنا دائما نلوم ان البرلمانيين لم يعملوا شيء، البرلمانيين لم يوصلوا الى شيء، وفي ناس طبعا اشتغلت وكافحت واجتهدت ولكن في الاخير لم يستطيعوا ان يفعلوا شيء، وفي الاغلبيه طبعا لم يعملوا شيء انما كانوا مثلا صامتين او كانوا مستمعين فقط.
فهاي طبعا هناك كثير من الاخفاقات اللي يعني ناخذها عليهم، وفي طبعا وهذه اشياء صعب تفاديها لان هم بعد يعني هم داخل الحلبة، احنا متفرجين ولكن هم داخل الحلبة ممكن ان احنا طبعا نستفيد منهم لان هم بيتكلمون عن المشاكل والتحديات اللي واجهتهم. فأي مترشح يجب أن يتعلم من الذين سبقوا في الترشح أو الذين سبقوا في الجلوس على مقاعد البرلمان، سواء كان طبعاً هم يعني يعجبوننا أو ما يعجبوننا، فهم موجودين هناك في الساحة فممكن أن نستفيد من تجاربهم. أي مترشح إنزين، وأنا هذه طبعاً الأسئلة سألتها نفسي وأنا طبعاً رايحة طبعاً لرحلة الترشح. طبعاً وهذه في أول شيء، هل أصلح للترشح؟ ليش أنا أشوف روحي إن أنا أصلح؟ لأن لما أنا أسأل دي نفسي ممكن أجاوب نفسي أقول لا وانسحب وأقول لا هذه طبعاً ما هذا المكان ما يناسبني. والله دي المكان يناسبني، بحاول وأنا بغير، يعني في التغيير جدا مهم. فهل أنا مقتنع بالدخول في مجال المنافسة؟ يعني أنت لما تدخل، إحنا طبعا في الدائرة العاشرة كان معنا 19 في البداية، بعدين قلوا إلى 15 منافس. يعني 15 منافس أنت يعني شوفينهم، في ناس ما نعرفهم ما عمرنا سمعنا عنهم بس حبوا إنه يدخلون طبعاً الساحة الانتخابية ويثبتون نفسهم ويعرفون الناس طبعاً بهم، وفي ناس طبعاً معروفين ومتواجدين وفي نواب طبعاً سابقين. فهذه طبعاً لازم يعني يكون المترشح قابل وقادر على المنافسة. هل أنا طبعاً أقدر أنافس ومن اللي أنافسهم؟ معرفة الشخص اللي أنا طبعاً أو الأشخاص اللي أنافسهم، معرفة من ناحية قدراتهم إمكانياتهم، كل ما طبعاً كل الأشياء شخصياتهم، ماذا عملوا في الحياة، ماذا عملوا في طبعاً في المجال السياسي، هذه جداً مهم. طبعاً هل أعرف الجمهور؟ الجمهور هم الناس الناخبين اللي بينتخبوني، فأنا لازم الحين فإحنا بدينا يعني أنا طبعاً رشحت في منطقة مدينة عيسى، بس أنا طبعاً من كثر سفراتي ووجودي في يعني خارج البحرين في أمريكا 7 سنوات أدرس أحضر البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كان بالنسبة لي يعني الناس تعرفني وأكون معاهم وبعدين طبعاً مثلاً أختفي شوي. فهذه كان بعد شيء إنه يعني مو الكل يعني الكل طبعاً نقول طبعا معاي على في تواصل مستمر. الشيء اللي بعد كسر ظهرنا احنا نقول هو تغيير الدوائر. تغيير الدوائر وكان ما باقي الا شهرين، يعني احنا طبعا الفريج اللي موجودين فيه يعرفوننا مثلا، طبعا نقدر ان طبعا نتفاهم وياهم، رحنا زرناهم، رحنا طرقنا الابواب، رحنا تكلمنا، رحنا ردينا، طبعا نكون العلاقه كأننا قاعدين نكون العلاقه علاقه من جديد. بس بالنسبه للمناطق الجديده يعني حتى لو يعرفوننا بالأسماء، يعرفوننا كمهنيين، يعرفوننا في مجال الأعمال، ولكن بالنسبة لي رايحين لهم يعني كأشخاص جدد عليهم، هذه كان طبعاً الشيء اللي سبب لنا تحدي كبير إن إحنا نروح نتعرف على ناس جدد. طبعاً في بعد يعني الدائرة الانتخابية دائرة كبيرة فيها طبعاً مجمعات، وممكن أعرف مجمعين بس ما أعرف الستة مجمعات الباقية، أو أعرف ثلاثة ما أعرف الأربعة الباقية. فهذه المعرفة التامة كانت بعد سببت لنا نوع من البطء في طبعاً في كسب الأصوات. كسب الأصوات كان صعب علينا لأنه ما يعني سند، منطقة سند، يعني أنا لما رحت منطقة سند رغم أنها يعني تعتبر منطقة يعني ممكن الواحد يزورها بشي، بس أنا جديدة علي الزرايع اللي دخلت، يعني سواء كنت أمشي أو كنت في السيارة حسيت أن هذه المنطقة كل جديدة. فأنا يعني طبعا أشوف أنه لازم يكون في حوار مع الذات، لازم أحاور نفسي، لازم أسأل نفسي عدة أسئلة قبل لا أبتدي إن أقول إن أنا مرشح نيابي أو مرشح بلدي. السؤال اللي طبعاً بعد نطرحه على نفسنا، ماذا ستضيف للتجربة؟
يعني التجربة البرلمانية تجربة غنية وثرية، وطلعنا فيها بدروس كثيرة وتعلمنا أشياء كثيرة، بس لازم أسأل نفسي قبل لا أدخل معركة العملية الانتخابية، أبتدي أسأل نفسي ماذا ستضيف لي طبعا التجربة طبعا التجربة الانتخابية، ماذا سأقدم؟ وهذا الشيء جدا مهم، يعني مو مهم إن أنا بس إيش باخذ، لازم أنا إيش بقدم، أنا إيش بعطي، دائرتي الانتخابية شنو اللي محتاجة. لا يعني احنا نتذكر يقول لنا جهزوا ملفات، جهزوا ملفات، الملفات اللي نجهزها طبعا هذه ملفات تناقش شنو، تناقش التحديات، تناقش مشاكل الفريج نفسه، مشاكل الحي، مشاكل المجمعات. فاحنا عندنا ملفات كثيرة، ملفات المرأة، ملف المرأة، ملف الشباب، ملف الأطفال، ملف المرضى، ملفات كثيرة، هذه كلها في شهرين ما تقدر تجمعها عن دوائر جديدة. فهذه كان بالنسبة لنا تحدي كبير. فإحنا لازم يكون عندنا خطة متكاملة ماذا سأقدم، يعني هل أنا بس رايحة بس على أساس الاسم أو الظهور، أو أن أنا بقدم شيء للناس اللي أنا أجلس معاهم وأتحاور معاهم، ومع في نفس الوقت بتحاور مع نفسي أن شنو طبعا النتيجة اللي بتكون عندهم. ما هي إمكانياتي؟ يعني لا يخفى عليكم أن العملية الانتخابية مكلفة جدا، مكلفة من ناحية الإعلانات، مكلفة من ناحية الإعلام، مكلفة من ناحية الوقت، مكلفة من ناحية الإدارة، مكلفة من جميع النواحي. فهل عندي الإمكانيات اللي أنا أقدر أكون من البداية وأستمر فيها لحد ما تنتهي العملية الانتخابية؟ فأنا لازم يكون عندي تحليل شامل، إنزين شنو مناطق القوة اللي موجودة عندي، شنو هي مناطق الضعف. وإحنا صعب إن إحنا نقول إن إحنا ضعيفين، دائما إحنا نشوف نفسنا إن إحنا قوياء وإن إحنا نقدر نسوي كل شيء. إحنا طبعا عندنا العصا السحرية اللي بنضربها بنغير فيها الكون، لا، احنا لازم نسوي نوع من التحليل ونطلع اللي طبعا امكانياتنا، نشوف نقاط القوة، نضعف، شنو الفرص المتاحة لنا، هل نعرف الناس اللي حوالينا اللي احنا بنرشح نفسنا وهم اللي بينتخبوننا، هل نعرفهم، هل في فرصة، الفرصة ايش كثر متواكبة لنا، 50%، 30%، 20%، او 100%. يعني في ناس ما شاء الله يعني يبتدون من 4 سنوات، من سكرنا باب الانتخابات في 2014 هم ابتدوا يشتغلون إلى اليوم، هذين كونوا لهم رصيد. يمكن أنا أقول لكم مو 100%، يمكن 80% أن هذين يفوزون لأن هم تقربوا من الناس. ولو طبعا أن هذا مو يعني وجهة نظري الخاصة أن هذا ليس بسبب كافي أنه يفوز في طبعا في الانتخابات. التحديات، شنو التحديات اللي بتواجه هذا الشخص في طبعا في المرحلة؟ فاحنا طبعا لازم نشوف نتحاور مع نفسنا قبل أن نتحاور مع الآخرين، قبل أن نفتح أوراقنا ونقول إن احنا مرشحين برلمانيين أو مرشح بلدي. أنا لازم يكون عندي حوار مع الذات، أجيب على كل هذه الأسئلة، وبعدين أبتدي طبعا أكون لي صورة واضحة علشان لماذا أرشح نفسي. طبعا في بالنسبة لي في برامج داعمة كثيرة، في برنامج طبعا المجلس الأعلى للمرأة، كنا احنا في برنامج التمكين السياسي، بس السنة كان في طبعا ضم برنامج بين المجلس الأعلى للمرأة وبين معهد التنمية السياسية، وسووا في برنامج استشارات وتمكين طبعا المرشحين والمرشحات من طبعا مواكبة ومن طبعا ريادة طبعا العرس الديمقراطي او الانتخابات. ف يعني لا تترددون ان تاخذون، يعني اذا اي احد بيترشح يكون يلتحق بهذه البرامج الدعم والمساندة، على اساس لانها فيه تجربة فريدة من نوعها، التجربة هذه اضافت لنا الكثير. احنا طبعا عندنا انتقادات، عندنا طبعا تحفظات في اشياء ما صارت كنا نتمناها، بس هذه البرامج اكثرها يعني كانت فيها تنظير اكثر من يكون فيها شيء عملي. احنا تاخرنا وايد، لما يعني كنا في الأخير بدينا نروح نزور، بس خلاص يعني الدوائر تغيرت، وقت ما ميش، ويعني وقضينا وقتنا يعني سنة كاملة بس نروح طبعا نحضر محاضرات ونتعرف على القوانين ونتعرف دي اللي كانت المفروض تكون بعد ما الشخص يفوز، يعني يكون عنده خلفية بس ما يكون عنده طبعا
يكون عنده يعني يضيع وقته بس في الاستماع، انه يكون جالس كطالب. لا، هذه طبعا انتخابات تحتاج انه يكون الواحد في الفيلد، في الحقل، يكون خلاص في الفريج جالس حاط له كرسي، والناس تجي وتكلمه والله تكلمها، ويكون خلاص في حوار. يعني يمكن لابس جينز وتي شيرت وخلاص، اذا كان لف على شعر، لف على شعرها شيء، والله لابس العبايه وتنطلق. هذه طبعا هذا اللي لازم، الشيء اللي لازم يصير. ردود الفعل، ردود الفعل الحين احنا طبعا من واحد يقول بيرشح طلعت ردود افعال مقايره ومخالفه، وردود فعل ايجابيه وردود فعل سلبيه. المترشح واحنا كان عندنا يعني يمكن اشكاليه، توقعاتنا جدا عاليه، نتوقع ان احنا بنرشح بنفوز، لان احنا عندنا ثقه في نفسنا، عندنا طبعا احنا مؤهلين، احنا كفاءات وطنيه، احنا عندنا طبعا معرفه نعرف الناس، يمكن الناس تعرفنا مهنيا بس ما تعرفنا مجتمعيا، وهذه يمكن في لازم الشيء اللي نقدر نفرقه. فعلشان كذي سقف التوقعات لازم ما يكون جدا جدا عالي، انزين، فلازم يكون معقول، يعني سقف التوقعات يكون معقول بعد دراسة الدائرة، بعد ما أدرس الدائرة، بعد ما أعرف أن حظوظي في الفوز إش كثر، ممكن أرسم توقعاتي، بس أحاول أن أنا ما يكون سقف توقعاتي على أساس أن ما يكون في إحباط، ويكون في يعني مشاكل نفسية أدخل فيها بعد ما تنتهي العملية الانتخابية. فهذه طبعا بالنسبة حق سقف التوقعات. بالنسبة حق وعود الناخبين، أنا أنصح كل مرشح أنه لا يأخذها for granted، يعني ما أنا أقول أنه خلاص 10 ولا 100 ولا 200 ولا 1000 وعدوني أنه خلاص أنهم بيرشحوني، إنزين، هذا سوري بينتخبوني، إنزين بياخذوا، يعني هذه الناس طبعا بتنتخب، يعني بتقول لك أن أنا بنتخبك، بس بكرة بيجيها واحد ثاني، إنزين، بيعطيها كلام أفضل، بيعطيها مزايا أفضل، بيوضح لها أشياء أكثر، ممكن أن خلاص هي تتركك ولا تتركك وتروح لشخص ثاني. فهذه الأشياء جدا يعني الوعود الناخبين لا تأخذينها 100%. وايد وعدونا، يعني لما أنت تجمع وعود، تجمع أسماء وتجمع أصوات، تشوف أن أنت خلاص عندك 4000، عندك 3000، عندك 2000، بس لما تطلع النتيجة وتطالع تقول أنا 200، أنا 207، أنا 267، أنا 267، أنا 100، أنا 50، أنا 30، يعني هذا يعني فرق كبير. بس أنا كان خلاص لا ذلين في المخبأ، دلين خلاص أنا واثق أن وعود الناخبين تغيرها، يعني متغيرة فيها عوامل تغيرها. يعني أنا من الأشياء اللي صارت مثلا، رحت حق عيوز في بيتها، طقيت عليها الباب، قالت لي أنا ما حد إلا أنا وشايبي موجودين في البيت، فأنا الحين اليوم أنا ما أقدر شو اسمه أكلمك باكر، لأن الشايب ماخذته بنته، بس أنا أبقيت يوم الانتخابات تجيبين لي سيارة، إنزين، وتأخذيني توديني المقر. قلت له إن شاء الله بنجيب لكم سيارة بناخذكم بنوديكم المقر. قالت خلاص أصواتنا أنا وزوجي لك، إنزين. جت يوم اللي رحت لها مرة ثانية، إنزين، لا سبقها واحد ثاني وقال لها بيعطيها أشياء، أعطيها مزايا، غيروا رأيهم، حتى الباب مفتحوا لي، حتى الباب مفتحوا لي. يعني هذه لو احد يعني مثلا مو مستعد نفسيا، كان بتقعد يعني بنقعد نصيح، بنقعد نلطم وبنقول ليش وليش، لا خلاص انه يكون عندك استعداد نفسي، يكون عندك استعداد ان انت خلاص بتتقبل هذه الاشياء. يعني كثير من الناس اللي يوعدونك، ولد شاب صغير اتصل فيني وقال لي ان انا عندي 8 اصوات، و8 اصوات لك. قلت له حياك الله وشي، قال لي ترى أنا خلاص قايل حق أهلي وبيتنا إن الأصوات كلهم حق الدكتورة لولو. إنزين، أيام مرت، بعد يومين 3 أيام أشوف هي الخيمة ويقعد، هي الخيمة يقعد، بعدين قال لي ترى أنا أبغي منك مساعدة، لأن بروح أسوي أسناني في سنقفورة. إنزين، قلت له بسوي أسنانك في سنقفورة، ليش ما في أطباء هني؟ قال لا أنا الدكتور كلش خاص وبيه في بيكون موجود هناك في سنقفورة. قلت له والله ما علي إن شاء الله يصير خير.
الولد طبعا قام إيه وينطر ينتظر المساعدة اللي بعطيها على أساس أنه يكون يروح سنغافورة. قال لي أنه كان قال لي الأربعة يوم الخميس الصبح المسائية. قلت له ها ما سافرت؟ قال لي لا الدكتور أجل العملية لأنه ما حصل اللي يبي لأنه ما أعطيته. فهذا لين يعني الناس يقولون لك يوعدونك 8 أصوات 10 أصوات 20 صوت هذا لين يعني مجرد يعني كلام. فالوعود تكون وعود وردية وعود جميلة بس أنت لا تأخذها فور غرانتد ولا تحس أن أنا خلاص أن أنا عندي هالكثر أصوات. بعد خلك أن أنت وازن أن أنا ممكن أخذ الأصوات وممكن ما أخذها. المنافسين مستعدين يسوون أي شيء بس أن أهما يفوزون وأنت ما تفوز. يعني أنا البيت بيتي يعني البيت بيت زوجي وإحنا عايشين فيه يعني فمن 81 ل 93 طلعنا رحنا عالي. إنزين طبعًا البيت له ما زال باسمنا ما زال ذي. فأنا طبعًا في عندي واحد من المنافسين جاتني دعوة للمحكمة إنه هو يطعن في طبعًا في السكن اللي أنا ساكنة فيه. فلما رحنا المحكمة طبعاً ألقوا الطعن لأن البيت بيتي وبسجل باسم زوجي وإحنا طبعاً موجودين فيه وصار هو الموقع الانتخابي بالنسبة لي. فالمنافسين يعني مستعد إنه يكسر اللي وياه بأي طريقة. اتصلت فيني واحدة بنت صغيرة قالت لي أنا مستعد أعطيك أسماء اللستة اللي مالت المنافس الثاني إنزين كلها إنزين واتصلي فيهم واخذي أصواتهم كامل. قلت لها ليش يعني ليش تبي نسوين ذي الشيء؟ قالت لي والله أنا مرتاحة لك أكثر من اللي عندي. هل هي تبي تظل؟ قلت لها لا يعني ليش تأخذين معي واحد وتعطيني يوم أنا؟ هذه طبعا ما يصير وما في يعني. فهذه الأشياء تصير يعني لكسر المنافسين. يعني أنت تنافسني بكسرك على أساس إنه ما تحصل أصوات. في طبعا أمور كثيرة صارت. في طبعا الفريق يجي المنافس يجلس في الخيمة يطالع من الفريق العمل اللي يشتغل معاي. يوم ثاني يروحون كلهم عنده يعني أنا وين رايحين خلاص إحنا والله فلان عطانا أحسن منش عطانا مبلغ أحسن وهاي. فالمنافس ترى على طول يعني مستعد يسوي أي شيء. أول شيء طبعاً بالنسبة لكم يعني بغض النظر عن كل هالتحديات بغض النظر عن 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 المشاكل الأمور اللي تواجه لازم يكون هناك ثقة بالنفس وتقدير ما تملك من مهارات ومعارف وتعززها بسلوكيات. يعني أنا يعني لا أغضب لا يعني لا أشتم لا أعمل أي شيء طبعاً يخالف القوانين والأنظمة على أساس يتم صفحتي بيضة كمترشح. والحمد لله يعني إحنا هذه الأشياء جاتنا قراءات جاتنا اتصالات بس الحمد لله إحنا وقفنا لآخر العملية الانتخابية بسلوكيات عادلة. فهذه طبعاً يعني الناس اللي طبعاً بيشوفونك أن أنت بتترشح يمكن ما يعرفونك اليوم كانوا يعرفونك من 20 سنة. أنا ناس من محرق يتصلون فيني أنت لولوة بنت مو بوبوي بنت خميس جدي إنزين يسألوني أنت لولوة بنت خميس لأن إحنا شفناك وشفنا الصورة بس نبي نتأكد إنزين أنت أخذتي الدكتوراه أمتى طلعتي وين رحتي وين جيتي وين تشتغلين. فالناس يسألونك يعني بيسألونك أشياء ممكن شويطة أنت من محرق إنزين ممكن يسألونك شويطر مال محرق والله من شويطر من وين ومن عائلتك. يعني يبتدون الناس تبحث وتطلع ملفات للناس على أساس تبي تعرف من هو هذا المرشح. هناك من سيفاجئ بأنك سترشح نفسك لأنهم قابوا عنك طويلا ولا يعرفون قدراتك الحالية. فأنت ساعدهم أنت ساعديهم أنت قولي لهم أنت فهميهم إن أنا كذا وأنا كذا. ترى يعني لا تسكن لا يعني التلفون لا ينصك في وجه أي أحد بالعكس أنا كتاب مفتوح قولي لهم إن أنا هذا حياتي وهذا مشواري وهذا اللي صار وإن أنا طبعا عشان يكونون داعمين لمشوارك أو مشوارك الانتخابي. مجالس الانتخابية
المجالس الانتخابية كثرت في 2014، ما شاء الله ما شاء الله الكم هائل من المجالس اللي رحناها وحضرناها واستمعنا وناقشنا وجلسنا فيها، وكنت بعض المجالس كنت أنا المرأة الوحيدة اللي جالسة في حضرة الرجال، ولكن يعني شهادة أعتز بها بإخواني إنهم كانوا يعتزون بي وكانوا لهم يعني يشرفوني بوجودي معاهم. كان طبعا بالنسبة لهم المرأة يعني في حتى في 2014 المرأة لها تقديرها ولها مكانتها، وكانوا طبعا داعمين في طبعا في كثير من الحالات. حضور المجالس الانتخابية هو مصدر تعلم وثقافة وتواصل بين الناس مع مختلف فئات المجتمع. كان يجوني ناس بسيطين ويتكلمون، كانوا في المجالس جالسين يتكلمون بصورة يعني جدا جميلة. في موقف بقول لكم إياه، رحت مع واحدة مرشحة عند واحد من شخص عنده مجلس، ما دخلنا عند الباب، لما هي شافت البيت ان البيت قديم وبيت يعني مو فيلا ولا بيت صغير يعني، وهو مسوي عنده مجلس، قالت لا انا ما ادش هني، لا يعني الصراحه ما ادش. قلت لها ليش ما تدشين؟ انا بدخل، يعني احنا ما وين ربينا، احنا وين يعني احنا ليش نترفع؟ وهذا شيء جدا مهم، لا تترفع على اي فئه من فئات المجتمع، ادخل معاهم والله بينفعونك حتى لو ما فزت، حتى لما فزت بيتذكرونك بخير وبطبعا بيكون معاك يعني معاك رصيد في طبعا المستقبل. فهي ما دخلت، رجعت خذت سيارتها وراحت، ودخلنا ثنتين احنا، دخلنا وجلسنا وما شاء الله رحبوا بنا واحترمونا وقدرونا ان احنا رحنا، وكان كل لقاء جدا جميل. فهذه طبعا حضور المجالس هي من المصادر اللي تنمي وتثري التجربة، يعني طبعا في تستمعين لأمور كثيرة، تستمعين تحديات، تستمعين يعني تستمعون إلى أشياء كثيرة تعرفون عليها، وكذلك تتعرفون على ميول واتجاهات ومتطلبات مختلف الطبقات المجتمعية. الجمعيات السياسية والمترشح، الجمعيات السياسية هذا وقتها تتجاذب المرشحين، هذه كل يعني خصوصا لما تشوف يعني مرشح كفؤ وعلى طبعا لا مكانه ولا قبول عند الناس، هاي طبعا يبتدون هم طبعا يركضون وراه، وصار انه يعني طبعا بعدين هم يبقون في قائمتهم غير القائمة الثانية. فتتجاذب الجمعيات السياسية المرشحين للانضمام اليها، علشان كذي كل مرشح يجب ان يدرس نوع وكم الدعم والمساندة اللي طبعا بيعطونا إياها قبل الموافقة. بس الانضمام طبعا إلى الجمعيات هو ذو قيمة مضافة للشخص ولحياته المستقبلية. متى أحسن الاختيار؟ إذا أحسن الاختيار للجمعية اللي بتسانده والدعمة، هنا طبعا بيكون له مستقبل جيد. طبعا اتخاذ القرار مثل ما قلت لكم متى أرشح، طبعا لا تقدم على الترشح سريعا، يجب أن تنتظر وتراقب. يعني أنا حتى في أول يوم، إنزين أنا رحت أول يوم ورحت وسجلت وكل شيء وخلصت، فهذه طبعا من تجربتي أنا أقول لكم انتظروا وراقبوا بعدين رشحوا نفسكم. يعني شوف من اللي طبعا اللي لأن في ناس تنسحب، في ناس تطلع، في ناس، فمو من أول شيء ولا آخر شيء، طبعا لازم يكون وقت يعني يكون موافق يعني في النص، والله بعد ثلاثة أيام تشوف الأوضاع. ادرس وضعك وقوانين الترشح، يعني قوانين الترشح كثيرة، في كتيبات كثيرة، يعني احنا قضينا أكثر الأوقات ترى نقرأ لأن القراءة جدا مطلوبة في هذا المجال. جميع الأوراق المطلوبة تأخذها، ما تروحون حق الترشح اللي بترشح وترجع تقول والله أوراقي غير ناقصة، فهذه على أساس أنه يأخرك في الترشح. الفريق الانتخابي، الفريق الانتخابي نصيحة ودرس تعلمته، يجب أن تأخذ فريقك من أهلك وأقاربك، هذا لين اللي ما يخونونك، هذا لين اللي ما يتركونك في النص ولا يتركونك في بداية. لازم يكون عندك يعني أحد من أهلك، ولازم يكون عندك باكاب، يكون عندك خط ثاني، عشان لو الخط الأول طلع والله أحد طرح مريض والله صار شيء. وفي ناس يعني من تجربتي في ناس يجونك بس يبون يتعلمون، يبون يتعلمون، يبون ياخذون خبرتك، يبون يكونون معاك في طبعا في هذا المشوار للتعلم،
بس للتعلم، ومجرد ما يتعلمون ويأخذون الماء يتركونك، لأنك أنت تعطيهم الفرصة وتعطيهم يعني المكانة اللي هم يبغونها وخلاص يعني. وهذه في أدلة وايد عندي في طبعا اللي واجهوني وكانوا معاي وبعدين طبعا اختفوا وبعدين طلعوا بأشياء كنا نعلمهم إياها. أنزين، فتأخذ الأهل وتأخذ الأقارب لأنهم هم الباقون، أما الآخرون فراحلون. كون فريق حملتك الانتخابية، طبعا قلناها من الأهل والأقرباء لأنهم طبعا عون وسند في مشوار الانتخاب، مشوار الترشح. هذا الشيء اللي مهم جدا، البرنامج الانتخابي. البرنامج الانتخابي تشوفون أنتم البرامج الانتخابية الله يستر، بس إحنا طبعا نفكر لازم برنامج الانتخابي يكون برنامج قوي. برنامج الانتخابي هو أنت الأخت إيمان بترشح، هذه برنامج الانتخاب هي الأخ خالد بترشح، هي هو هذا برنامج الانتخابي. تاريخ المهني، تاريخ الشخصي، أنت بأفكارك والتزامك، ماذا تريد أن تقدم، ماذا تريد أن تحقق. طبعا ليس وليد اللحظة، أنا ما أقدر أقعد الحين بس دقيقة وأكتب برنامج الانتخابي. برنامج الانتخابي يجب أن أخذ من احتياجات الدائرة، أخذ من احتياجات المجتمع، أخذ من الخبرة التراكمية اللي خذيتها في على مر السنين والأزمان. في أشياء يمكن ما تكون اليوم، أنا شفتها من سنوات أقدر أطبقها الآن، هي حلم وأنا أقدر أحققها في برنامجي الانتخابي. يحتاج الكثير من التفكير، يحتاج الكثير من التأني، زين، يحتاج المراجعة، يحتاج الدقة. احنا البرامج الانتخابية طبعا لما قالوا لنا كتبوا البرنامج الانتخابي ما عرفنا. انا الصراحة اقول لكم من اول ما قالوا بكتبوا البرنامج الانتخابي، ما شنو البرنامج الانتخابي؟ شفنا اوكي، بس انا البرامج الانتخابية اللي شفتها في الدورات السابقة ما يعني ما شفتها بثقلها، ما شفتها بمعناها، بمعنى البرنامج اللي ممكن يلبي الاحتياج. فبديت افكر بروحي، فكرت ان هذه البرنامج هذه انا بتفكيري وبقدراتي وامكانياتي، هذه بيكون برنامجي الانتخابي. فهذه حتما ستصلون الى ما تريدون، اذا كان طبعا اذا وصلتوا للناخبين ماذا تريد ان تحقق. كثير من الوعود، كثير من الرشاوي، كثير من الاقراءات في التجربه البرلمانيه. فهذه طبعا في اصوات رنانه كثيره تجي، الوعود جميله من الاشخاص طبعا يدعون ان بيوصلونك للبرلمان. في ناس يجونك يقول لك انا بوصلك بس انت عطني هالكثر، انا بوصلك. والحين بدت الناس تفهم، بدت الناس تستحي. يعني انا اقول يمكن عندهم خجل الان، بس ما بيخجلون من واحد يعرفونه يمكن يحفظ السر فبيقولون له. فهذه يعني احذروا من هذه الاشياء اللي ممكن. وصولك يتوقف على ما كتبه الله لك. يعني انت بتوصل اذا الله كاتب لك ان انت بتوصل في هذه طبعا المنصب، وعلى قدراتك وعملك وبرنامجك الانتخابي وقوة الشخصية جدا مهمة، وطبعا المصداقية، المصداقية جدا مهمة في هذا الشيء. ابتعد عن اي اقراء يوصلك لتسليم ما يمكن ان يكون رشوة انتخابية يعاقب عليها القانون، وهذه جدا مهم. اقروا القوانين وفهموها، واي واحد ييكم لا تردون عليه جواب في البداية. المرشحين يجب ان لا يرد جواب، ينتظر يروح يسأل يستفسر، اسوي ذي الشيء ما اسوي شيء، ترى مو عيب ان انت تسأل وتستفسر بدل ما تبتدي تخوض في مجال بعدين يعاقب عليه القانون. الإعلام والإعلان، هذه المجالين اللي ينشطون في وقت الانتخابات، وهذا اللي ترى فيهم إقراءات وفيهم مشاكل، وصادفتنا مشاكل إن أوكي أنا بأخذ عطني تشيك، عطونا تشيك وأنا عطيت تشيك ب 150 دينار يعني مو أكثر، إنزين، وبسوي لك إعلانات وبسوي كل شيء وبطلعك وبنسوي أوكي أخذ التشيك و 150 دينار البقية إن شاء الله تيجي بعدين، خلاص الشخص ما شفته. فهذا زين، اتصل فيه ما يرد عليه، اتصل فيه ما يرد عليه، والله يستر عليه ومن المرشحين القادمين ان شاء الله. زين اوكي، فطبعا هذه الشيء جدا مهم. يعني احنا ترى احنا اللي دخلنا التجربه نعرف الناس الان. يعني انت لما اتي تاخذ من عندي يعني تاخذ من عندي تشيك وحتى ما تراجعه ولا تعتذر ولا شيء، هاي طبعا صعب، شيء صعب جدا. لازم تقرأ
وتقرأ الإعلانات وتقرأ عندك وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني طبعا حطت لنا كتيب وقرينا كل طبعا كل القوانين عن الدعاية الانتخابية للراقبين طبعا للترشح، ما يجب أن نفعله، ما يجب أن لا نفعله بخصوص المرسقات والإعلانات. وبعدين 100 دينار لا تخلونها، ترى أول ما تخلصون روح أخذوها، أنا ما أخذت 100 دينار. القرار الوزاري الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية وطبعا التعديلات ذات العلاقة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، نزلوا بتيكم على طول، بتيكم اسم مستجدات. إنزين حتى الأشخاص اللي ما لهم علاقة بالترشح نزلوا على حطوا إيميلكم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ويجيكم على طول المستجدات في القوانين. قروا القوانين على أساس أن الناخب بعد لازم يعرف القوانين، لازم يعرف يعني شنو الأشياء اللي لازم يعني يتابعها. كل شيء موجود عن الترشح، عن الإجراءات المتبعة أثناء وعملية طبعا الاقتراع والفرز وعمليات يعني كل اللي ما له علاقة بالاقتراع. طبعا عندنا طبعا دور الصحافة في طبعا العملية الانتخابية جدا دور مهم وخطير جدا، فأنتوا بعد يعني لازم تكونون حذرين ماذا تقولون وماذا طبعا تدلون للصحافة، تدلون لوسائل الإعلام. هذه طبعا كل كلمة تقولونها طبعا بالنسبة لكم مطلوبة طبعا محسوبة عليكم. في كثير من المؤسسات الإعلانية تأسست لفترة الانتخابات واستمرت وصارت الآن من المؤسسات الرائدة، وفي مؤسسات تطلع بس فترة الانتخابات وبعدين تروح، وممكن يعني هذه يضيع معها فلوسك وضيع معها إعلاناتك. وبعدين طبعا أخذوا الجهات اللي لها مصداقية واللي موثوق منها، وما تروحون تعطون فلوسكم لناس يكون فيها طبعا مشاكل بعدين. في طبعا طلعت فئة سمت روحها أنها هي جهات داعمة وجهات بس راح ضحياتها كثير من المترشحين. في ظهر مستشارو السوشيال ميديا في ذاك الفترة، فهذه بعد صاروا ما زالوا في الساحة، ما زالوا إنهم يدربون شلون تستخدم السوشيال ميديا. بس أنت كمرشح ما تحتاج إن أنت اللي تستخدم، خل عندك واحد هو متخصص يدير السوشيال ميديا. لماذا أشارك مرشحا أو ناخبا؟ طبعا احنا هذا حق واجب وطني لنا كلنا، وانا ادعوكم من مكاني هذه ان لازم الشخص لازم ينتخب، لازم يروح ينتخب عشان يوصل الانسان الكفء الى المكان المناسب. لا تتردد وشارك، كون هذا حقا من حقوقك يجب ان يعني تاخذه. الفوز والدخول بالبرلمان لازم نعرف انه هو تكليف وليس تشريف. فاحنا طبعا اذا ان شاء الله الجماعه الموجودين مترشحون استخيروا وتوكلوا على الله. اقراوا اقرا واقرا واقرا لتنير دربك وتعرف ما لك وما عليك. الدرس بعد ان انت لازم اذا عندك في برنامج من حق التعلم السياسي التحق بالتعلم السياسي. وقلت لكم المجالس السياسيه هي مجالس علم ومجالس يرتادونها كثير من الناس اللي عندهم فهم وعندهم فهم سياسي، ممكن يستفيد الواحد منهم حتى لو ما فاز في الانتخابات. طبعا احنا قلنا نستشير من سبقنا في الترشح، بس استشيروا الشخص المناسب والذي طبعا ممكن يوضحكم الامور اللي تهمكم وتحتاجون الاجابه عليها. درسوا الدائره طبعا، هذه شيء جدا مهم، والحمد لله انتم محظوظين السنه ما في تغييرات، احنا صارتنا تغييرات وتعبنا منها. تعرفوا على الخصائص وخططوا طبعا قبل ما تنوون الترشح. فريق الانتخابي مثل ما قلت لكم باختصار انه لازم يكون اهلك ومن فريقك واللي طبعا بيكونون سندك ودعمك. درسوا حللوا كل فرصه تعرض عليكم من جميع النواحي، ولا تتسرعون في اتخاذ القرار. تحدث قليلا كمترشح واستمع كثيرا واصمت متى حانت لك الفرصه. كن قائدا لطموحك وحفز نفسك لمواصلة المشوار. بتيكم أوقات أتي حق المرشح، ليش أنا دخلت؟ ليش ورطت نفسي؟ ليش أنا حين يعني وصلت إلى مرحلة أن أنا أبغى أتراجع؟ خلاص ما تقدر، لازم يكون عندك أداة تحفيزية على طول.
حفز نفسك، كلم نفسك، قدر ذاتك، حاول أن تستعرض الإمكانيات والقدرات اللي موجودة عندك، وتأكد أنك تأكدوا أن احنا خرجنا من التجربة بقيمة مضافة لكل العلم اللي تعلمناه، لكل التجارب اللي خدناها في حياتنا أضافت لنا قيمة الحمد لله، يعني قيمة يعني تجربة غنية جدا، علوم حياتية جميلة ودروس مستفادة انفعتنا في حياتنا. طبعا انتخابات 2018 هل هي مختلفة عما سبقها؟ المرشحين والمرشحات لازم يكونون طبعا يمكن 50% جدد وممكن 50% يكونون طبعا من القدامة، لازم احنا طبعا نتأكد منهم ولازم نتأكد من إمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم وماذا يستطيعون أن يقدموا لنا كمجتمع بحريني وطني نريد أن نفوز بطبعا ازدهار وتطور الوطن. الناخبين ترى على وعي أكبر من 2014، يعني أنا أشوف الناخبين من كثر النقاشات بس ما زال بعد يحتاجون إلى توعية، ما زال الناخب يحتاج إلى وعي أكبر بما يهمه وبما هو في مصلحته. هل هو يحتاج أنه يعني يقدم المال على السمعة وعلى الشخص المناسب؟ هل يستطيع؟ هل يشتري؟ هل يعني يبيع صوته؟ هذه طبعا لازم نعلمه عن الجريمة الكبرى إذا باع صوته لشخص شافه بعدين في البرلمان ما قاعد يفيده ولا يقدم له ما يعني شيء يناسب. الوضع العام الحمد لله وضعنا الحمد لله الآن يعني ما عندنا المشاكل اللي كانت في 2014، يمكن عندنا مشاكل من نوع ثاني، مشاكل اقتصادية، مشاكل يمكن تكون اجتماعية، بس احنا طبعا ما زلنا اقوياء، وكذلك يعني وضعنا الحمد لله بتكون الانتخابات جدا ناجحة بالكفاءات اللي احنا بنختارها كناخبين، وليس طبعا مجرد ان انا احد يجيني يقول لي ان انا بسوي بوصل، لا لازم نمتحن، لازم نمتحن اختبارات وامتحانات وأسئلة يجب أن تجاب قبل أن ننتخب الشخص. شكرا لكم وطبعا شرفت بكم وشكرا. نشكر دكتورة لولوة على سردها لهالسيرة لتجربتها الغنية الثرية الصراحة اللي استفدنا إن شاء الله نستفيد منها في حملاتنا الانتخابية، وأكيد يدور في أذهاننا أسئلة كثيرة، نترك المجال لأسئلتكم وتجاوبنا عليها، وأنا طبعاً في أسئلة في بالي إن شاء الله بترك المجال حق الحضور. عندي أستاذة حياة وعندي المحرقة وبو بدر بو مجيد فيصل بو عبد اللطيف. نعطي المجال للأستاذة حياة تحيز حق النساء. مساء الخير وأشكر الأخت العزيزة الغالية أستاذة لولو المطلق، طبعا تاريخها ثري من 2002 وأنا أعرفها، إنسانة صراحة نشيطة وإدارية وعندها مكتب إداري فعالي بعد عندنا. اللي قلتين إن أول إن أنتون في 2014 ما عندكم مثله، أقول إحنا الحين 2018 ما في مشاكل. أول مشكلة صادتنا أسامينا انحذفت واجد أسامي، ولي أقول لهم انتخبوا فلان وانتخبوا هذا، سيدة أعطيهم ذا الرابط يقولون مو موجود اسمي. فرحنا أنا وزوجي رحنا إلى المدرسة وتكلم زوجي القضاء لهناك
وش صاير؟ ليش انحذفت اسمانه؟ قال لنا انتم مرتين بس انتخبتون من 2014 انشخطت الاسماء معظمها، يعني ولا ناس يبون يرشحون مثلا عبد النبي فعالي ايمان الاخت قالوا مو موجوده اسامينا. هذه اكبر مشكله صادتنا، يعني الحين اول محاضره بنسويها شوفوا اسامينكم. هذه واحده. عندنا بعد مشكله ثانيه في هذه الدوائر ان المقاطعه نسيتين، مقاطعه كبيره، وحتى بالنسبه يعني تعرفين جمعيات سياسيه منها وعد، يعني وعد كانت تساندنا وتساند صوت لايمان، وهاي ما موجود، يعني معظمهم مترددين، معظمهم ما قاعدين يرشحون. فهذه مشكلتين عويصتين. شكرا. اول شيء طبعا بالنسبه حق الاسماء انا ما اقدر ارد عليه، لان أكيد يعني ما أدري عن طبعاً أدري عنها المشكلة وقريت عنها طبعاً وعرفت إن في ناس انحذفت أساميهم، بس طبعاً في أكيد أسباب معينة. قالوا اللي سنتين ما صوتوا خلاص ممكن إن تنشال أساميهم كإجراءات يعني عملة حكومية. يعني بالنسبة للمقاطعة طبعاً عندنا جمعيات انحلت، إنزين، فالجمعيات المنحلة طبعاً في قوانين طبعاً توضح أن الجمعيات المنحلة لا ما يكون طبعاً ما بتكون يعني لها الحق في التصويت، فهذه طبعاً أوتوماتيكياً جمعية وعد ولوف. ذا حيات. نعم. أوكي. يعني مثل ما تفضلت الدكتورة بخصوص الأسماء المحذوفة، يعني هي ما لها شغل، بس ممكن نستفيد من خلال ندوتنا هذه إعلاميا أنه يوصل نداء يعني للجهات المختصة بطلب يعني فتح الباب لتعديل يعني تعديل الجداول الانتخابية. إن شاء الله نأمل من خلال هذه المنتدى. السؤال الثاني بالنسبة حق المقاطعة جاوبتش عليه، خلنا نسمع الأسئلة ونجاوب عليهم مرة واحدة. أستاذ محرقي تفضل. السلام عليكم. أولا أشكرك سعادة الدكتورة، وكونش ما شاء الله يعني خبرة عالية في مجال الانتخابات. بالنسبة عن موضوع البرنامج الانتخابي، يجب أن يكون يعني في للمترشح أن يختار موضوع واقعي ويقدر أن يسويه. يعني في بعض من الملاحظات اللي لاحظت أن في بعضهم قالوا أن بشجر المدينة بالفواكه الليمون وشغلات هذه، واللي بعد قالوا بسقف البحرين بالمكيف، يعني ما أدري في أشياء يبونه خيالية يعني غير واقعية. وأيضا يجب أن يكون البرنامج يكون قوي، يعني يقدر يعني يساعد الناس في حل المشكلات من جانب المعيشية، وأيضا من جانب المرشحين والمرشحات اللي لاحظتها هاي السنة ما شاء الله أغلبيتهم شباب واعيين وشباب أكاديميين، وعندهم اللي في مجال الاقتصاد والمجال الرياضة. فنتمنى إن شاء الله لكل أن يكون يعني نجاح والتوفيق لهم. نشكركم. أشكرك على الكلام اللي قلتيه، بس اللي حبيت أقوله إن يعني مو أنا أقوله، حتى أنت ممكن تقولينه، من صار البرلمان في البحرين، يعني مثل ما قلتوا ب14 ترى لحم ما سوى شيء حق الشعب. الشعب أمته اللي وقف معاه الشعب واللي انتخب من الشعب واللي أهم اللي رشحوا وصاروا كتلة واحدة كتلة الشعب هي السبعينات. هذا المفروض النواب إذا بيرشون أي نائب بليش لازم يتذكر أيام السبعينات، شلون الشعب كان متكاتف، شلون الشعب كان يقول كلمة واحدة مو بهو يقولها والشعب وراه والشعب يقول ما وراه. هذا لازم نتمنى، لأن صراحة من صاروا في البرلمان من عقب السبعينات ما في برلمان سوى شيء حق الشعب، كلش ما سوى. يعني الحين يعني
لو واحد يبي يتكلم ما اشوف انا طلع شيء كله مجامله ونفاق، ومثل ما قلتي من ساعه بالبقاشيش تحصلون من تحت لتحت، وين حقوق الشعب عيال بحصلها؟ يعني انت بعد مرت عليك دي السالفه، انا ما يب شيء من مخباي، ايب الاشياء، لان احنا نعيش في الوضع الحالي ونعيش وعشنا من قبل ونعرف كل شيء. يعني لا تصدقين في شيء يخفي، شوف السبعينات شلون ناس من مناطق لمناطق ينتخبونهم، من ذي المنطقة لذي المنطقة ينتخبون، وكانت اليد واحدة وكان الشعب واحد. شكرا. شكرا دكتورة لولو، بالفعل يعني عرض قيم جدا، ولن نكون عن غنى من نرجع لمرة ثانية وثالثة، لأن الساحة دي ملعبنا أيضا الآن راح تصير في هذه الانتخابات، فألف شكر إليك. طبعا أكيد تجربة الشخص يخوض الانتخابات وتنظيم سياسي شوية تختلف، بالنسبة للشخص أصعب بكثير. يعني بالنسبة للتنظيم السياسي باعتبار من حيث البرنامج، مثلا برنامج الحمد لله عندنا نعتقد أنه اشتغلت عليه عقول جيدة، مو لأول مرة نسويه، يعني سبق أن خضنا معارك انتخابية قبل وفي عصارة هذه التجارب، وأعتقد أنه يستجيب لمتطلبات البلد في المرحلة القادمة. طبعا إمكانية تحقيق ما هو وارد طبعا مو مضمونة، يعني شكل ما تقول إحنا نغسل الميت بس ما نضمن للجنة أكيد يعني. سنبذل جهدنا من أجل البرنامج هذا يتحقق عن طريق مرشحينا. مع ذلك يعني بنحتاج إلى هذه الخبرة اللي عندك ميدانيا في العمل الميداني. يعني تحدثتي أنت مثلا عن أنه كل دائرة لها خصوصياتها، هالدائرة دي بالضبط إحنا يعني يهمنا أن نعرف خصوصياتها من تجربتك. يعني عندش مجمعات 815 743 و745 هذيك مدينة عيسى السند، وعندش 625 العكر الغربية و644 النويدرات. طيب وين في دي المناطق مثلا حسيتين هالمناطق ميتة مثلا تحتاج لبذل جهد أقل، وين تحتاج تركيز أكثر، وين الحيوية موجودة في استجابة الناخب؟ يعني وممكن الواحد يعني يعتبرها ميدان أكثر للعب يعني عندي خابي. السؤال الثاني، كونك كامرأة وإيمان أيضا راح تكون امرأة، عادة المرأة تعرض للهجوم أكثر من الرجل، زين، فهل لقيتي مثل هالصعوبات هذه هجوم استهداف إليك كامرأة مثلا، مثل تشويه صور أحيانا يعني عدة أشياء ما أعرف إيش مريتي بتحديدا، هذا ممكن أكيد بفيد مترشحتنا المفترضة إيمان حق الانتخابات، طبعا مترشحة رسمية بعد التسجيل مثل ما قلتي. وبالفعل إحنا في المؤتمر الصحفي قدموا على أساس المرشحين المحتملين في قائمة تقدم للمنبر التقدمي. شكرا جزيلا. شكر الدكتورة لولو المطلق على هذه التجربة الغنية والقيمة اللي احنا فعلا كنا في حاجة ان نسمعها، خاصة احنا بنخوض نفس التجربة وفي نفس الدائرة الانتخابية. انا يعني سؤالي ان يعني حسب قراءاتنا ان يعني عادة 75% من الناخبين هم غير يعني لا غير منتمين، لا يحسمون امورهم الى هذا المصور هذا المرشح وذاك. فيعني انت بالنسبه لك كيف تعاملتي مع هذه المساله؟ يعني كيف حددتي الفئه المستهدفه في هذه ال 75% من الناخبين اللي شفتين ان هي ممكن اللي يعني تعطيش اصواتها، وبناء على شنو حددتين هذه الفئه وشنو رسالة اللي وجهتين لها؟ شكرا. شكرا.
آسفة شكرا. بالنسبة حق 1970 طبعا الوضع جدا مختلف. 73 زين هذه السنة اللي تزوجت فيها أنا. لا اشتغلت فيها، بديت خلصت الثانوية واشتغلت. فهذه السنة يعني 73 مختلفة عن الوضع الآن. كان دم الثوريين كان ما شاء الله عليهم يعني دمهم حار وما كانوا يخافون، فكانوا منطلقين يعني. أتذكر هالمحرق يعني محرق معروفين اللي شايلين الراية، وإن احنا يعني ما كانوا يخافون حتى من الكلام والتحدث وإن يقولون أي كلمة. الحين الناس تتحفظ، ومثل ما تفضلت في مجاملات وفي يعني محسوبية وفي إن أنا أعرف فلان وفلان، وبعدين صارت الناس بعد تخاف إن تقط كلمة ما قصدها والكلمة تروح يعني تكبر وتصير قضية. فصار مجال الخوف عند الناس أكثر من قبل. أول الناس طيبة، يعني من طيبة الناس، يمكن هذه أنا إحساسي، من طيبة الناس إنه يعني أخاف على الثاني، يعني كل واحد يخاف على الثاني بيحاول إنه ما يضره. الحين يعني الناس شوية يعني ما تحسب للثاني، تقول يلا يعني هو قال أنا بنقلها. مثل يعني الشيء البسيط اللي وسائل التواصل الاجتماعي، يعني المسجات توصل، يصلك مسج يبثونه في العالم كله، ما يهمهم هذه من قاله والله صح والله غلط، وبعدين توصل وتصير مشاكل على مسج طلع وممكن يكون صح والله ممكن يكون خطأ. هذه نفس الشيء يعني يعكس التفكير المجتمعي الآن، أنه نشر المعلومة مهما كانت على أساس توصل أكبر شريحة من المجتمع حتى لو كانت صحيحة أو غير صحيحة. بس بضيف دكتورة، يمكن في ذيك الفترة كانت السود الوحدة الوطنية، ما كنا متعرضين حق الانقسامات الطائفية الموجودة الحين اللي صارت واللي تأزمت وتفاقمت بعد الأزمة في 2011. اي كان طبعا اكيد هاي ازمه 2011 اثرت تاثير سلبي، وطبعا كسرت اشياء كثيره اللي مو بقدر تصلح. يعني حتى لو تصلحت لفتره تشوف الناس ما زالوا عندهم يعني احنا نقول شروخ وايد. فهاي الشروخ اللي انت تسدد يبي لها وقت ويبي لها ناس تتحمل، يعني تتحمل وتنسى وتغفر وتسامح. وهذا الشيء طبعا مو كل انسان عنده هذه القوه وعنده هذا القدره. بالنسبه لي طبعا المناطق في 815 منطقه طبعا جدا فريج، احنا نقول والله مجمع حي يعني. وبعدين طبعا المجمعات اللي فيها الزراعات اللي هي في سند، هذه مجمعات ميته يعني. انا رحت مشيت فيها ما في الا تكرمون كلاب تنبح يعني، ما اي لان زرايع يعني مساحات كبيره. يعني نمشي مبلى في اي يعني حتى لو هناك ما في يعني حتى لو صيحت الجرس ما حد يسمعك. مشيت في سند انا يعني في ذاك الوقت امشي يعني المنطقه من ورا جواد مني، جواد تدخلين مني هذه المساحات وذي يعني حتى في اسكان، حتى الاسكان دي يعني ما حد يرد عليك وتطق الباب يعني حتى ما حد يجاوبك. فهذه المنطقه دي كلها كانت يعني مثل شبه ميته، يعني ما تقدر تحدد ان ذي يعني بيجاوبونك والله لا. بعدين شي يقولون لك انت ميت صوبنا ولا زرتينا. يعني إذا أنا جيت وزرتكم طبعاً ولازم تحددين أوقات مختلفة تروح فيها المناطق، يعني في تحدد مثلاً أسبوع تروح بس الصبح تشوف من اللي قاعد في البيوت، أسبوع تروح الظهر، أسبوع تروح في الليل، لأن لازم يكون في يعني أوقات، لأن في ناس تشتغل في ناس ما تشتغل. فهذه طبعاً الترتيب. المناطق طبعاً مدينة عيسى هي المنطقة الحية الأكثر شيء، ومنطقة نويدرات خفيفة يعني لأن فيها عمارات، والعمارات فيها شو اسمه طبعا فيها جالية سورية يعني سوريين،
فبس يعني الظاهر الحين عند يعني طبعا عندهم بحرينيين، فبس العمارات يعني لازم تطلع عماره يعني طابق طابق دور دور. انزين هذه لازم يعني تخلي الفريق كامل انه يعني توزع بحيث انه يروح هذه العمارات. وبعدين يعني في جراجات كثير هناك، البيوت اكثر شيء، حتى يعني لما رحت بيت يعني البيوت صايره تبني عموديه. ليش؟ لان عندهم اولاد يتزوجون وما عندهم فقاره، ما عندهم يعني سكن، فيبنون لهم فوق البيت. يعني يمكن البيت تحصل فيه 10 اصوات، يمكن 12 صوت، يمكن 15 صوت، لان هالبيوت هي يعني طبعا تشمل عائلات كبيره. نويدرات اي صح، نويدرات بنيد منطقتنا. نعم اي مقاطعه كامله. فهذه طبعا كلها يعتمد ان انت يعني وين تروح. بس احنا يعني كثفنا ان احنا نزور هالمناطق بس عشان تتعرف على مكوناتها، تتعرف على يعني من فيها هذه المناطق. يعني احنا ما عمرنا نزرنا ترى، يعني ما نروح نمشي، يعني الوقت اللي مشينا فيه يوم احنا صغار، حتى في محرك كنا نمشي واحنا صغار، يعني يوم كبرنا كلها بالسيارات، وهني طبعا مشينا في مدينة عيسى بالسيارات. فهذه الحين تمشي على يعني ريولك وتشوف شنو مكونات هذه المجتمعات، فتشوف مجتمعات فقيرة، تشوف مجتمعات مقاطعة. يعني نويدرات كانت أكثرها مقاطعين ذاك الوقت، فمن تروح لهم قال لك احنا مقاطعين، ما نبغي. طلع لي واحد قال لي انا اللي تبين انا اخليهم يشيلون المقاطعه. قلت له لا انت ما تقدر تشيل المقاطعه، سامحني. زين انا اخليهم يوافقون ويصوتون. قلت له لا يعني ما اظن يعني شيء ايه يبي شيء. زين فهذه يعني هذه من الاشياء اللي صادف الواحد. يعني الحمد لله أنا كامرأة ما حد استهدفني، يعني استهدف شخصي والله استهدفني، غير الطعن أن البيت مو بيتي بس. يعني أما أني كامرأة يعني أنا شفت بالعكس، شفت دعم، شفت مساندة حتى من رجال الفريج. يعني رجال 815 كانوا كلهم يطلعون من بيوتهم ويوقفون وياي ويسولفون ونايلس ويجوني في المنتخب في المخيم في الخيمة الانتخابية. فكان ما كان في يعني واحد وقف لي قال لي ليش تترشحين وليش، يعني ما في أحد. حتى ما شاء الله عندنا المسجد، فالمسجد بعد رواد كثير، يعني زوجاتهم ممكن تروحين حق زوجاتهم، ممكن يروح الواحد. فإذا ما تعرفينهم ما تعرفين زوجاتهم. فبس أكثر شيء يعني المشكلة إن البيوت كلها مصككة، يعني مو مثل البيوت الأول تطق الباب والدش. الحين البيوت مسكرة أكثرها وما يفتحون لك الباب لأن يخافون. فيعني وإذا يفتحون لك الباب من الشقالة، يعني بعدين في شيء الشقالات اللي ترد عليك، الشقالة ما تفهم ولا تعرف. وحتى لو بتحط يعني بعدين بعد حاسبوا ما أدري شلون أي أسلوب وأي طريقة، بس الفريق يعني تعطيهم البروشورات ما يوصلونها، يمشي شوية. شفت نفس الهنود اللي يعطونهم البروشورات، يمشي شوية يتعب، تشوفه يدعسهم في أي مكان ويقول لك فمان الله. يعني تشوف ساعات يعني مجمعات ما راح لها البروشور، والله البرنامج الانتخابي ما راح لهم ابدا. بعدين متعد لما يكون ما في وقت الحين، يعني انت بتلحق، لان احنا نرسلهم واحنا نروح وراهم. بس الحمد لله احنا عندنا شبابنا رفاقنا اللي مقتنعين اصلا، اي الشباب المقتنعين، يعني هذه ممكن يعني. بس احنا لان احنا شخصيه يعني فرديه، وكنا يعني حتى لو تدفع لهم بعد ما تقدر توثق فيهم ان 100% بيوصلون لك الاشياء. بس انا الحمد لله كامراه يعني ما كان في اي استهداف. ابو فيصل قال ان يعني خمسه شلون مثل ما قلت لك مشي على الرجول، نروح للابواب. طبعا احنا خذينا القائمه وشفنا، علمنا كل الناس اللي نعرفهم زين، واللي متاكدين انهم مو متاكدين يعني انهم قالوا بيعطونا اصواتهم،
وهذه طبعا تاخذهم وتسويهم مجموعه لوحدهم وتحط ارقام تليفوناتهم عشان الاس ام اس، عشان الحين واتساب طبعا الاس ام اس وواتساب عشان المسجات على طول تروح لهم. والرساله طبعا احنا انا رسالتي كانت مع ان نرتقي بالوطن، فعلى اساس ان انا كنت ابي اجذبهم ان احنا ان انا ما اشتغل فردي يعني لوحدي، ابي الناس تكون وياي تشتغل وهم اللي يحددون يعني مشوار رحله طبعا الانتخال رحله مشوار الترشح. شكرا. في كم صوت حصلت الاستاذه؟ 267. أبو عبد اللطيف، السؤال عند أبو عبد اللطيف، تفضل. صح طلبت السؤال. أستاذ محمد تفضل. من عند المايك. يبي المايك الميكروفون يبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الانتخاب عمل سياسي. ويفترض انه عمل جمعيات وليس عمل يعني مستقل كما يقال. دكتوره لولو ومحمد زياني، رحلتك وايد حلوه، لكن يمكن انا اخذت 70-80% اذا فكرت في التجاره باخذ هاي كلها اللي قلتي، اذا فكرت في البزنس انا باخذ ذي كلها. انت قلتي في اخر كلامك بان هذا تكليف ليس تشريف. اذا هذه التكليف كلها لهذه الهيصة كلها ايش له؟ يعني انت ما انا ما عندي جيش يفتح منطقة حتى اسال فلان وفلان وفلان، اساسا انا ليش اترشح؟ سواء كنت حزب او جمعية او منفرد اذا الناس ما تعرفني. البحرين ايش منها تعاني له؟ تعاني من جح مسكر ما يبون تقول اضرب سكين عشان تاكل انه حمر ولا حلو. يفترض ان المترشح سواء كان حزب او جمعية او فرد صفحة مفتوحة. ما يهمني أنا ذيك اسمه شويطر، إيمان شويطر مترشح، أنا أعرف من هو وراها، أعرف من هو يقومها، من هو قذاها، شنو أفكارها. يعني شعب البحرين شعب صغير واعي، يفترض أن احنا نكون أكبر من أن نسوي خطوات في طلب وظيفة. هذه اللي يعني هذه اللي أنت قلتي كان أنا بطلب وظيفة، أنا شخصيا بترشح وبكون ممنون حق اللي يقول لي انت ما تستحق ما بعطيك صوتي، لان هاي تكليف. يكفي ان انا يعني بدفع فلوس حتى لو كان مبلغ رمزي 200 او 300 او 500 او 1000 من قوت عيالي. انت اذا انا مو متحرك، اذا انا هم معروف، اذا انا متاكد ان الجماعه يعني مو قابليني، ليش انا ادش في لوتري تخبرين ايام العيد في المحرك يحطون قطي خوخ قطي على نص قطي هاللون هذه هنا ويفرون السهم علينا وين بيوقف؟ هذا اللي قاعد اللي يصير. يفترض ان انا كجمعيه بنيت، انا كفرد بنيت، أنا يعني قضيه يعني والله ما اعرف يعني احنا انا بالجمعيه اقول لهم انتم وينكم عن الاسماء اللي سقطت؟ الحين يعني مترشحه ومديره الحوار وعضوه في مجلس في جمعيه سياسيه. وينكم انتم عن هذه حق الاسماء اللي سقطت؟ ليش انا كفرد أعرض روحي للمساءلة وأنتم كجمعية سكتون؟ ما حدث. أول ما تكلم أنا نزلت 3-4 تغييرات ضرب على ذي. أبي ناس واعيين شوياي. الواعيين مقاطعين. الواعيين مقاطعين، إحنا نبي نجذبهم صعبة. قالوا القياديين الجمعيات المحلولة ما ردش. في 2014 أنا ترشح وياي ميرز المحاري. ذاك إداري في الوفاق جمعية الوفاق يمكن بعد مؤسسه حشون. ليش ينحرم هو؟ ليش يعني حكومتنا بس مو بتابع واحد سب أو واحد لعن، تابع إحنا شو نقول إذا إحنا ساكتين. يعني ميرز المحاري عرض جمعيته وترشح، والآن أقول له والله يطلع لي وزير يقول لي هذه ما يترشح. ليش ما يترشح؟ هذه كان في جمعية لكن عنده مخ عنده كذا يريد. انا اللي لاحظه الان ان احنا نساعد ترى هذا الفساد الانتخابي. انا ليش كجمعيه احط لي هالكثر 1000 عشان انا اسوي لي خيمه واكل واشرب؟
افترض ان انا اشتغلت عليه مده طويله اسس له الحين في دخله الجمعيه، وانا لا اقصد جمعيه المنبر التقدمي ولكن اقصد كل الجمعيات، شنو يفرقون بي عني انا كمستقل او ابراهيم كمناظر؟ ابراهيم ما ينتبه للجمعيه لكن معروف يعني فرق اللي بيندفع. انت قلتي كلمات انا يعني انا ترى وايد وايد اذتني، لان يمكن انا فوق يعني مو ستاندر. انا لما واعد واحد اقول له بي علي باشر بشوف هذا مو سلوك صحيح. واحد يقول لي اعطني ثلاجه اقول له انجلع عن وجهي، لا تجيني الخيمه مره ثانيه، انت جاي تبيه؟ لا. الحين انا تلاقيت وياهم انا اللي اعرفهم قلت لهم هذه باثر، انت بعت شرفك بثلاجه، انت بعت صوتك المؤثر، يعني انت الان تقرا ما اكلته، انت ايش سويت؟ انت اعطيت واحد صلاحيه اعطاني 200 اعطى 100 اعطى اعطى، الحين هو قاعد يسترزق من صوتك. وقلتها مثل كل من لحم ثورك، انت تظن ان انت فزت عليه لما اخذت ثلاجه او فريزر او 50 دينار. فيجب ان نتعامل وياه، وانا دعوه حق المنبر ان لا 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 يصرف في عمليه العمليه الانتخابيه. اللي يبيني انا معروف وانا في السوق وانا ذي، المفروض هو يسال عني، انا اعرض روحي كخادم لكم، تعال عطني. لا انا ما بي اخدمك، ما بيك انت يعني ما بيك تصير خادم لي. اذا اليوم اعطيتك بزات اعطيتك كذا كذا، بكره انت تصير عبد لي، لان انا دفعت لك. يفترض ان احنا نقول حق نطق على باب فلان نقول يا دكتوره ويا كذا ويا كذا ترشح هنا معاك. شكرا. يمكن انا اضيف الى مداخله ابو عبد اللطيف، هل تعتقدين ان انت مو مقيمه في ذي المنطقه او في ذي المجمع وما لك علاقه يعني باهالي الدائره يعني في مجمع 815، بالتالي بتكونين بعيده عن كل المجمعات الباقيه، هل تعتقدين هذه احد الاسباب؟ وسؤال ثاني بعد يخص الموضوع، يعني هل تعتقدين ان لو كنتي مثلا في جمعيه سياسيه او دخلتي من خلال الجمعيه بيكون حظك اوفر يعني في الوصول؟ وبناخذ بعد سؤال عندنا بس استاذ علي صالح، سؤال اخير حسب المسجلين عندي. يعني أنا ما أبغى دون مقدمات، إلا ملاحظاتي الأولى، أنت تكلمتي عن موضوع أن لازم الواحد يعرف القوانين وقوانين الانتخاب وكذا. نعم. بس أنا أعتقد، وبعدين النقطة الثانية قلتي أن رحتي البيوت وسألتيهم قلتي لهم شكون وشو مطالبهم. شنو مطالبهم إلى آخر. أنا أعتقد يعني هذا الخطأ اللي إحنا حين واقعين فيه، ها مو بس 2014 ولا 2018 يمكن بعد قبل، أن الناس قاعدة تخلط بين القضايا المعيشية ومهمات ومسؤوليات مجلس النواب. مهمات ومجلس النواب مهمات تشريعية ورقابية ما لها علاقة بالقضايا المعيشية ولا حتى بالبيئة ومشاكل الناس في مناطقهم وكذا. وأن اليوم كل الناس تتحجى عن الخلط بين النواب والبلديين، هذين يأخذون مالهذين وذين يأخذون مالهذين. الموضوع يعني كنت أنتظر منك تقولين أنه والله يفترض في المرشح أول شيء يقرأ الدستور ويعرف الدستور شيء زين، يعرف قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعرف الحقوق والمطالب منه. هذا الأشياء اللي هي تواصله إنه عقب تقول له أنا إيش بحقق لك، وهل أنا أستطيع أحقق له ولا ما أستطيع أحقق له، يعني يكون العملية واضحة ومباشرة. هذه مع الأسف أنا ما سمعته من كل الكلام الطيب والمفصل اللي قلتي. نعم. الشيء الثاني مسألة إنه أنا راح أطق الأبواب وحاول أتعرف على الناس والناس يبطلون الباب ولا ما يبطلونه وإلى آخره.
احنا الاشكاليه يمكن اللي طرحها احمد موضوع 73، ذاك الوقت الدوائر كانت 20 دائره، اليوم انت عندك 40 دائره. بعدين الشخص المرشح محصور في المجمعات القليله، ويفترض انه يعرفونه فيهم بالشكل ذي. المفروض في المرشح انه شخص معروف على مستوى البلد، معروف على مستوى يمكن اقل شيء المحافظه او محافظتين. ها انت مثلا كانسان مؤهله يمكن يعرفونك كدكتوره لولو على خدمتك الاجتماعيه والاكاديميه والاخر، يفترض ان انت تخدمين نفسك بهذا المستوى، لكن مو على مستوى فريج او فريجين على اساس شو اسوي لكم وش عندكم وش مشاكلكم. يعني هذه الحقيقه اللي مفروض يسوي، يعني المستوى العام. وانا اتصور انت بعد لازم تنصحين الناس انه المستوى الاخص مو مفيد، المستوى العام مفيد. والشيء الاخير مهم جدا، مساله الترشح ضمن كتله او قائمه او جمعيه هذه شيء وايد مهم. لكن اللي كانوا في كتله الشعب في 73 لان كانوا قائمه كان لهم فاعليه في مجلس 73، ها انما الفرد المستقل ذي ما له قيمه، ما يقدر يسوي شيء ولا يقدر يتحكى عن مسؤوليات مجلس النواب. اليوم يجب ان تقولين من تجربتي انا انه لا انفع. يعني انت لو قعدتي في جمعيات الميثاق وترشحتي باسم جمعيات الميثاق ضمن قائمه جمعيات الميثاق وايد افضل، لكن ما تطلعين ترشحين بشكل فردي. يعني شكرا جزيلا. شكرا. بالنسبة لي طبعا سؤال الأخت إيمان، هل بعد عن الدائرة يعني المرشح إذا كان بعيد عن الدائرة هل هذا يكون سبب؟ طبعا الأستاذ صالح تطرق إلى هذا الموضوع، وإحنا طبعا قدمنا نفسنا كناس يعني أسهمنا في تنمية وتطوير الوطن ككل، يعني وليس يعني بس الدائرة. يعني أنا عملت في أكثر من مجال، عملت في القطاع العام وفي القطاع الخاص، عملت على في مجال جمعيات النفع العام. كل هذه يعني الأشياء ترى ما نفعتني لما كان الترشح. الترشح يعني يبونك في الفريج قاعد وياهم، يبون يعني كلامك كله على عيني وراسي، وكلامك صح ومنطقي إن لازم يكون الوضع الأعم هو أكثر من الوضع الخاص. بس لا، يبغون الوضع الخاص، يبغونك أنت تكون مثلا في مجمع 815 جالس معاهم، تسولف معاهم، تأخذ احتياجاتهم. لأن حتى لما أنا مشيت رحت حق الناس قلت لهم شنو احتياجاتكم، قالوا والله نبي نقلل المطبات اللي في الشارع، لأنهم يعني هم لحد ما عندهم ما عندهم تفريق بين البلدي وبين طبعا بين النيابي. وبعدين انا ذكرت ان القراءه جدا مفيده، يجب ان يقرا الدستور، يجب ان يقرا القوانين والانظمه والاجراءات وقوانين الانتخابات والاعلان والاعلام، هذه كلها قوانين. يعني تقريبا يمكن 50% قراءه، 50% و50 عملي. يعني لازم يعني ما يصير مرشح ما يفهم القوانين ويطب في مطبات الله يعلم نهايتها. فهذه جدا جدا مهم. فبالنسبة لي طبعا ميثاق العمل الوطني، أنا كنت مثل ما يعني قلت إن أنا في ميثاق العمل الوطني، وكنت أول امرأة في المجلس الإدارته. ولما بغيت أترشح أول ما طرقت باب ميثاق العمل الوطني، جمعية ميثاق العمل الوطني، كلمت رئيسها وكلمت أكثر من شخص، قالوا لي أنت معانا، إنزين أنت خلاص ويانا. بعد فترة رديت كلمتهم لأن ما جاوا ما ردوا علي، قالوا والله إحنا شو اسمه يعني أنت مو في القائمة. هاللي ردوا علي قالوا لي أنت مو في القائمة. فلأن عرفت أن في أكثر من شخص ويا، لأن الأشخاص اللي يبغونهم وياي في نفس الدائرة، فما يصير يدعموني أنا ويدعمونهم هما، أقول وما يدعمونهم هما. فاختاروا يعني والأشخاص بالاسم يعني معروفين، ف يعني خذوهم هما، ما قالوا لي ان انا من ضمن قائمتهم، وما اقدر اقصبهم.
وبعدين طبعا طلعتنا بجمعية الوطن، جمعية الوطن اللي طلعت مع الأستاذ أحمد السعاتي سفيرنا الحين في روسيا. فكنا على أساس أن هي الجمعية دي بتتكون وبتكون طبعا جمعية ذات رأي مخالف، بيكون عندها مجال التنمية، يعني التنمية المستدامة أكثر من هي يعني التنمية السياسية المستدامة. بس ما الله كتب لها أن تطلع هذه الجمعية، فما صارت يعني، حتى كل الإجراءات يعني تعطلت وتأخرت لحد ما الجمعية صار لها ما صار لها وجود. فيعني أنا ما كنت أقدر يعني أروح وأفرض على جمعية أن أكون يعني تحت اسمها، وهي الجمعية عندها أشخاص ثانيين، وهذه الجمعية الثانية ساندونا، ما أقول لك يعني الأشخاص ساندونا بس كمستقلين وليس أعضاء جمعية. فحظوظنا في الوصول طبعا لو كنا شنو سؤال ايش كان؟ لو كنتي مقيمة يعني في الدائرة، ما كنتي مقيمة؟ مو شرط، ما يعني حتى لو كنت مقيمة في مجمع واحد، انزين المجمعات الأخرى يعني ايش بيكون رأيهم في، أنا المجمع واحد يعرفوني، المجمع الثاني ما أكون وياهم مقيمة على طول. يعني ما في علاقة طردية بين أن تكون مقيم في المجمع من المجمعات وبين زيادة حظوظك في الفوز، ما في علاقة طردية. شكرا دكتورة على المحاضرة قيمة جدا والمفيدة. أنا بصراحة ما كنت ناوي أتحدث، ولكن تعقيبا على كلام أستاذنا الكبير علي صالح، الحقيقة عندما نتكلم عن المجلس التشريعي برلمان إن ما له علاقة بالبيئة فهذا كلام لا أساس له من الصحة. عندما نتكلم عن التشريع ونتكلم إن البرلمان هو يشرع، فالبيئة هي من أهم القضايا ذات الارتباط بحياة الإنسان، سواء كان الأمن الاقتصادي، الأمن الصحي، الأمن المعيشي، الأمن الإنساني بشكل عام. وبالتالي البرلمان هو المحطة الأساسية أو المؤسسة الأساسية اللي ممكن أن تعالج هذه القضايا. أي بمعنى التشريع القانون البيئي اللي يحكم كل المعايير اللي تربط العلاقة مع البيئة يطلع من البرلمان بشكل رئيسي. ولا زال هناك سنين طويلة نحاول قدر الإمكان أن يخرج هذا القانون إلى النور ولم يخرج، لا زال هو محبوس الأدراج. وهذا القانون مرتبط أساساً بحماية الموارد الطبيعية، بحماية الموارد والثروات البحرية، بحماية الموارد والثروات البرية، بحماية مصدر حياة مجتمعنا البحريني، إضافة لذلك بحماية أساساً المحيط البيئي للإنسان اللي يتعرض لتلوث الانبعاثات، التحكم في الانبعاثات إليها نظام معين لحد الآن ما قاعد يصدر هذا القانون. قانوننا من 1996 والعالم خطى خطوات متقدمة جدا لحد الآن احنا قاعدين نراحل. وبالتالي أنا أختلف مع هذا الأمر. صحيح إن في هناك خلط بين اختصاصات المجلس النيابي واختصاصات المجلس البلدي. المجلس البلدي كمؤسسة ذات أهمية بحياة المجتمع لها علاقة لها اختصاصاتها ولها وظائفها ومسؤولياتها اللي تخدم أساسا المجتمع واللي علاقة بحياته اليومية وبمعيشته في مناطقه، يعني في قضايا الخدمية، التنمية البيئية، التنمية الحضرية، التنمية الخدمية، إلها علاقة بتنمية السواحل، بتنمية المواقع الترفيه، إلها علاقة حتى بالإسكان، المشاريع الإسكانية، كلها داخلة ضمن وللأسف الشديد لحد الآن ممثلين في المجالس البلدية كلهم اللي يدخل إعلامي واللي يدخل مدرس. تونا الآن واصلني رسالة من واحد كان بيرشح نفسه نيابي غير رأيه
وبيترشح بلدي. على أي مرتكز هو ارتكز لا أدري. أنا مع الدكتورة الخبرات والتخصص والنشاط والعمل التطوعي والعمل المدني إلى قيمة في بناء فكر الإنسان للتغيير، لطرح الأفكار اللي ممكن تفيد المجتمع بحد ذاته. إلى متى يعي المجتمع لهذا الشيء يعتمد أيضا على الشخص نفسه وعلاقته بالمجتمع وإبرازه لأهمية أن المجتمع يدرك هذه القضايا. هذا هو اللي أنا أردت أن أشيره. شكرا لك دكتورة. جوانب البيئية وقوانب قوانين البيئة وهي من اختصاص البرلمان، وبالفعل احنا حتى في برنامجنا الانتخابي لكتلة التقدم اخذنا في الاعتبار. دكتورة اذا بتضيفين شيء. تهيألي اي بالنسبة للبيئة طبعا البيئة شيء مهم مثل ما تفضل الدكتور، وما بقى عيد الكلام ما شاء الله عليه أسهب وما قصر، فبس هذه كلها تحكمها يعني ظروف يمكن أكبر من احنا نقدر نناقشها في هذا المجال. طبعا إن شاء الله يعني أي شخص بيترشح يبغي يتكلم معي يبغي، أنا مستعدة طبعا أعطيكم أكثر من تجربتي، بس إن شاء الله قدرت أوصل لكم أهم النقاط وأهم الأشياء اللي لازم يعني تتبعونها. والناخبين يا ناخبين اختاروا صح، وهذا أهم شيء، اختاروا الشخص المناسب عشان تخلونه في المكان المناسب، ولكي يعني يثري المكان طبعاً بآراء وبأفكار وطبعاً قوانين وأنظمة وتشريعات مناسبة. وشكرا لكم. باسمكم جميعا وباسم التقدمي نشكر الدكتورة على إثراءها لموضوع تجربة الترشح للبرلمان، ومن حسن حظنا هي في دائرتنا، وإن شاء الله نرجع لها يعني إن شاء الله تجارب مستفادة. شكرا.